من الحاجات المفيدة جدا في الليبل كمان ان انا عن طريقه اقدر احط على الموقع بتاعي، احط فيديو من على اليوتيوب وبطريقة سهلة جدا. ازاي احط الكلام ده؟ انا هنا ادخل على ليبل، ادوس على العلامة دي، اخر واحدة فيهم اللي هي العلامة الكود، مش عارفة اسمها ايه، العلامة دي ادوس عليها. ده انا باجي احط من هنا لينك للفيديو. ازاي؟ اروح على اليوتيوب، لو هو الفيلم على اليوتيوب، اشوف اي فيديو انا محتاجاه. لو افترض مثلا ده، افتح الفيديو وبعد كده انزل على كلمة شير وانتر، واخد اللينك الازرق ده اخده. طب انا اللي عملت داونلود للفيديو ولا رجعت عملت له ابلود عندي؟ لا، انا كل اللي انا عملته خدت اللينك ده ورحت اعمل له بيس، وانزل تحت زي ما احنا متعودين واقول له سيف اند ريتيرن ريبورت. لما ادخل على الموقع بتاعنا، على الصفحه اللي انا حاطه فيها الشغل بتاعي، هلاقي فيها ادي الفيديو اللي انا خلاه. الولاد بتوعنا يقدروا يعملوا كليك عليها ويقدروا يشوفوا. يبقى انا كده بدل ما يدخل يشوف على اليوتيوب وانا اعمل له داونلود ويطلع ابلود والفيلم ده كله، لا، هو هنا بقى جوه الصفحه بتاعتي في المنصه، فبتبقى حاجه مفيده جدا. اخر جزء عندي في ليفل 1، ان انا لو انا مش عايزه ابعت فيديو بقى بالمنظر اللي انا عايزاه، انا عايزاه ابعت له لينك بس، ساعتها ما اخدش ليفل، ساعتها انزل لتحت واخد اليو ار ال، اليو ار ال بالمنظر واروح اقول له ايه. اتفقنا؟ طبعا اي حاجه ادوس عليها هنا بيبقى الشرح بتاعها موجود بالشكل ده، اروح اضيف واقول له ايه، هيفتح لي اليو ار ال دوت الشكل بتاعه. المفروض ان انا بحط هنا اي كلمه انا عايزاها، انا كتبت هنا ريشيو، كتبت كليك هير او انفو، اي حاجه. وبعدين اروح حتى هنا اليو ار ال، اليو ار ال اللي هو العنوان بتاع اي موقع. مثلا انا هدخل على موقع انا فاتحاه اهو، اخد اليو ار ال بتاعه اللي هو العنوان بتاعه اللي هنا، اخد الكوبي، وبعدين اجي على ده اروح اختاره. طبعا احنا عارفين ان الديسكريبشن دوت الوصف بتاعي اقدر اسيبه. تعالوا نشوف كده، لو كتبت اي كلام بالمنظر ده ورحت قلت له اللي هتبان مع العنوان، واروح اقول له سيف اند ريتيرن ريبورت. لما دخلت على السايت بتاعي لقيت من هنا اهو الكلمه اللي انا عندي وقدامها العلامه دي معناه، وده الديسكريبشن اللي انا كنت كاتباه ظهر عشان اكون واخده التشيك عامله رايت على البوكس الصغير اللي تحت. لما اروح داخله دايسه عليه هو دوت هايبر لينك، هياخدني على الموقع اللي انا كنت فاتحه. يبقى انا وجهت ولادي خلاص، هو فتح لي ده الموقع اللي انا كنت فاتحه. كده بقى انا وصلت لايه؟ وصلت ان انا رفعت لاولادي فيديو، وصلت ان انا بعت لهم تكست دوت، تاكيد دوت عن طريق الليبل. لما انزل لتحت فتحت لهم فايلز، فده من فايل، عملت لهم هايبر لينك بدل من يو ار ال. انا كل اللي انا استعملته علشان ارفع لولادي كل الشغل اللي موجود دوت ثلاث حاجات بس، اللي هو ليبل اللي انا اتعاملت معاه، اللي هو من تحت الريسورسز كده انا اتعاملت مع الفايل وليبل ويو ار ال. وجيت بقى. ثانك يو.